سي رانا على بال بلي خلعناكم، هضرنا بزاف على حفايس اللي يقدروا يخلعوكم، للاسف الحقيقه هذه هي. دوكا ما راناش نقولوا بلي زعما الناس كاع راح نقطعوا لهم رجليهم، وي كاين حلول، كاين وين نديروا لا سيكاتريزاسيون ديريجي كيما كنت تحكي لي مقبله، كيما اللي نديروا لهم الدم في العروق في عروق واحد اخر باش ننزل الكور ديال هذيك، كاين بزاف لي تكنيك. وي بصح التكنيك الرئيسيه هي قيس السكر تاعك وسيت رجليه، ما ديرش دعوه كذابيه، لانه كاين بزاف ناس اللي كيكون السكر تاعو يقول لك بلي زعما السكر تاعي انا ماشي من رجلي، وانا السكر تاعي مليح كيكون 2 غرامات، وهو البروبليم سيك صح يحس روحو مليح كيكون 2 غرامات، كيكون غرام ونص يحسو هابط. بصح هذيك ما راهيش جايه على جال السكر، الجسم تاعك انت اللي والف السكر، خاطر مخك والف السكر في 2 غرامات، من العروق تاعك راهم يتهراو، الاعصاب تاعك راهم يتهراو، رجليك تقدر يجي فوقهم كاش ميكروب ولا تجي كاش انفيكسيون، ماشي كيما ناس واحد اخرين، وانا شفنا في كوفيد وصل للناس اللي كانوا عندهم ديابات، الى اخره الى اخره، دونك يبقى العلاج الاساسي باش ما نلحقوش الحالات المتاخره هذه، هو انك اولا تقم السكر تاعك مليح، حاجة ثانية إذا صار لك جرح ولا تشوف طبيب، ما تديش بيطادين في من راسك وتريح عقل. حاجة ثالثة إذا قال لك الجراح مثلا باللي الصبع هذا راه زاد عليك بزاف، لازم نحو هذا الصبع. ما تقولوش ما نحيش الصبع، خاطر ما تنحيش الصبع اليوم غدوة تنحي رجل. والاعتناء بالقدم وسن. اكزاكتومون. وربي يعافينا إن شاء الله. الاعتناء بالقدم. احنا كي المرضى. كيما صادق le contrôle de la glycémie هذا كوتيديان ميم لو بي اي فو كيل سوا لازم اعتناق بالاعتناء داخله كل يوم كل يوم باسكو كاين فريمون ينسرجلو كاع شغل ما يحسبهاش و بوغ ان ديابيتيك ماشي مليح لازم ليدغاتاسيون سي افيك دو لا فازلين سي كوتيديان نورمالمون ترطيب فوالا يعطيكم الصحه كوتيديان سي لي كريم ايدغاتونت لي كريم ايدغاتونت اون بو لا فير كوتيديانمون شي لو بي ديابيتيك La vaseline, ça a des indications.